أهلا بكم. تغلب العربي على نظيره التضامن بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من دوري اس تي سي الممتاز لكرة القدم في لقاء أقيم على ملعب نادي التضامن. سجل هدف اللقاء الليبي محمد صولا في الدقيقة 33 قبل أن يضيف زميله علي خلف الهدف الثاني في الدقيقة 68، وقلص يوسف العنزان النتيجة بهدف في الدقيقة 80 قبل أن يختتم بندر السلام المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 92 ليرفع العربي رصيده إلى 20 نقطة متساويا مع كاظم المتصدر، فيما تجمد رصيد التضامن عند 7 نقاط في المركز الثامن. عربي جول بندر السلام بالسلامة بهدف ثالث وكرت أصفر أيضا على عبد الله الهزاع. شوف 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 كرة